من بعد ما أعلنت بيسان إسماعيل رسمياً عن انفصالها عن أنس الشايب ونهاية علاقتهم بمقابلتين الأولى كانت مع كارول يمين ضمن برنامجها Get Real with Carol والثانية مع عادل محمد ضمن برنامجه عادل بودكاست على يوتيوب. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة إشاعات بخصوص هذا الانفصال وحقيقته، من بينها إشاعة رفض أم أنس لعلاقته مع بيسان إسماعيل، وانتشرت هالإشاعة أكثر من بعد ما نشر أنس بوست انستغرام وعلق من خلاله بي مستعد أضحي بكل إشي بحياتي عشان اللي بحبه إلا أمي الغالية عندي بعض الله. وإشاعات ثانية كتيرة من بينها اختيار بيسان إسماعيل لمو فلوكس بدل أنس الشايب، وخاصة من بعد ما صرحت بيسان خلال المقابلة على أن مو فلوكس يعد أقرب إنسان لها على السوشيال ميديا مع استبعادها لأنس الشايب. والبعض اتداول إشاعة أن هالتصريح من بيسان إسماعيل كان ردا على تصريح أنس ضمن مقابلته مع لانا ولين ببرنامجهم خلينا نحكي، واللي صرح آنذاك إن لم أكن مع بيسان إسماعيل سأختار لانا روز أخت مو فلوكس وححقق نفس النجاح. وأكيد تبقى كل هذه مجرد إشاعات، والحقيقة واللي يعلمها الكل هي أنه بتجمع كل من مو فلوكس وبيسان إسماعيل وأنس الشايب علاقة صداقة جدا قوية، حيث لسه بتجمع مو وأنس هالصداقة ولحد الآن، ونفس الشي مع بيسان إسماعيل حتى بعد هذا الخلاف والانفصال اللي صار بين أنس وبيسان. ومو فلوكس اختار البقاء في النص ويبقى صديق كل من أنس وبيسان. أما أنس ومن خلال بث مباشر على إنستغرام صرح من خلاله رح يكشف تفاصيل جديدة بخصوص هذا الموضوع بعد يومين أو ثلاثة أيام بفيديو يشرح فيه وجهة نظره، وأكد أنه رح يتوجه لدبي قريبا جدا ومحضر كتير مفاجآت جديدة. طبعا حبايبي القلب، رجاء أسئلتكم متكررة، أكيد أنتوا بتعرفوا شو هو السؤال المتكرر، بس إن شاء الله خلال اليومين هدول هتعرفوا كل إشي بدكم تعرفوه، يعني فهمت علي؟ عشان خلاص القصة ما ترجع تنفتح مرة تانية. إن شاء الله خلال اليومين هدول، لأ بالضبط 4 أيام هالإشي يتصور قبل هالأربع أيام، بس خلال 4 أيام إن شاء الله حينزل الإشي، مدته تقريبا حتوصل الساعة، بعدها حتكون أنتوا عارفين بكل شيء عشان ما يعني خلاص تكونوا عارفين والأمور تمام.